الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كرمت 100 متفوق من خريجي معاهد التدريب والدورات التدريبية الخاصة العام الدراسي 2014-2015 وذلك على مسرح الهيئة بكلية التربية الأساسية. المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري قال إن تخرج دفعة جديدة من صناع المستقبل سيساهم في توفير العمالة الوطنية المدربة لكافة قطاعات الإنتاج في الكويت. مبروك للخريجين. حفل تكريم الخريجين المتفوقين من معاهد التدريب والدورات الخاصة احتفالية مثالية وثمرة يقطفها الخريجون. إننا فخورين بأولادنا وبناتنا، نشاهد كل سنة إن شاء الله أن يكونوا في الارتفاع وارتفاع وأن يأخذوا مناصبهم في الدولة الكويت ليخدموا وطنهم ويتهم أميرهم المفدى وسمو ولي عهده الأمين، وكل عام والجميع بخير. كوكبة من خريجي الدفعة 18 لمعاهد التدريب والدورات الخاصة بتخصصاتها الغنية بالعنصر الكويتي الشاب القادر على تولي المهمة المقبلة بسوق العمل وتعزيز ركائز مسيرة البناء والتقدم. طبعا مثل ما تفضلت ان الهيئه العامه للتعليم التطبيقي تزهر في تخصصات عديده، تخصصات تحتاجها البلد، ومثل ما لاحظتوا انتم الخريجين حاليا اللي تخرجوا من قطاع التدريب خريجين بتخصصات مرتبطين ارتباط كلي في خطه التنميه للبلد. الف مبروك للي تخرجوا، وان شاء الله يكون فعلا هذا التخريج دفعه قويه لهم ان شاء الله لكي يخدموا بلدنا، بلد الكويت. الكويت تستاهل الكثير من انك تخدمها في كل مجال. طبعا بذلك يكون التعليم الفني والتدريب المهني محور الاهتمام منذ بداياته، كونه قوة ضاربة للاقتصاد العالمي في الدول المتقدمة، واستثمار المعارف والعلوم في سوق العمل الحقيقية للارتقاء بالدولة ودفع مسيرة التنمية.